أين سيكون هذا الحوار وعلى طاولة من؟ هل سيكون في دولة محايدة؟ هل سيكون في مكان محايد وعلى طاولة من؟ يعني اللافت للأمر ومن المفارقات المشهد السياسي العراقي حقيقة أن منصة تويتر الأمريكية هي أصبحت منصة الحوار للقوى السياسية العراقية. اليوم وين يتحاورون؟ يتحاورون وين يعني؟ تركيا يعني بالكويت بالسعودية بإيران، وين يروحون يتحاورون؟ لا 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 لا، أنا لا أعتقد أنه أنت تختزل العراق كل اليوم بالتيار الصدري وبالإطار أو ما هو الخلاف بين طرفين، هنا عندهم أتباع وهنا عندهم أتباع، لا هذا يوثق بهذا ولا هذا يوثق بهذا، وين يتحاورون؟ أستاذ أحمد اسمح لي، أولا العراق 40 مليون وهؤلاء لا يمثلون كل العراق، هؤلاء يمثلون يعني فقط أتباعهم وأنصارهم، وبالتالي عليهم أن يتعقلوا أن العراق ليس ملك لا للتيار ولا للإطار، خلينا نكون واضحين جدا، ولا يمكن أن يختزل الوطن بشخصين لا المالكي ولا صدر، والاثنين خاطئان، خل أقول بكل وضوح حتى أنا أكون مستقل ولا أميل لطرف دون آخر. اليوم المأساة واضحة جدا، وأنا صرحت أكثر من مرة على من شاشتكم من منبركم الإعلامي من منبركم الإعلامي، قلت بشكل واضح جدا أن الخلاف بين المالكي وبين الصدر هو خلاف شخصي وليس خلاف سياسي، وبالتالي عندما نتحدث عن الحوار لا نتحدث عن شخصين فقط. العراق اليوم دول ايش قد يمثلون؟ 5% 3% 2% ولا ابدا، هم كل انصارهم اذا تجمعهم يطلعون 3 ملايين سواء التيار او الاطار، وبالتالي العراق 41 مليون لا يمكن ان نختزل كل حضارته وتاريخه وفعالياته السياسيه وكل احزابه بشخصين او بكتلتين سياسيتين، هذا كلام يعني غير 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 منطقي اساسا. خليني اروح لك وين يجتمعون. العراق كبير، والعراق حقيقة كبير بحجمه وكبير بموقعه وكبير بعضافته وكبير بثقله السياسي، يعني يمكن أن يجتمعوا في بغداد ويجب أن يتنازلوا. أما ماذا يريدون؟ هو ماذا يريد التيار؟ في الحقيقة هذا سؤال مهم جدا، ماذا يريد السيد مقتدى الصدر؟ إذا هو يقطع سبل الحوار ويقول أنا ما أجلس، السيد الكاظمي دعا إلى الحوار في رئاسة الوزراء في القصر الحكومي، يعني السيد برهم صالح كذلك، السيد الحلبوسي كذلك، يعني السيد الحلبوسي كان واضحا جدا حينما قال أن الخلافات السياسية يجب أن نحتكم بها إلى الدستور. إذا إحنا لا دستور نعترف به ولا شخصيات سياسية نزيهة قادرة على أن تتوسط وما عندنا الآن وسيط